مرحبا برج الدلو، أهلا فيكم في القراءة العامة لبرجكم لشهر يوليو وهو شهر تموز 7 بالميلادي. أعزائي، هاي القراءة راح تنطبق على الطالع والشمسي وأيضا القمري. بنشوف فيها أهم جانبين من حياتك. عندنا الجانب العملي، الأموال والعمل والباحثين عن وظيفة، ومن ثم القراءة العاطفية اللي راح نذكر فيها الجميع وحتى المنفصلين بشكل عام. برج الدلو، أحس أنت من الأشخاص اللي استغليت هذه الفترة، صعبت الأمور على كثير من الأشخاص، ولكن أنت من الناس اللي استغليت هذه الفترة عشان ترتب أمور حياتك بزيادة. لأن أشوفك هني داخل الشهر بطاقة ملكة السيوف، داخل الشهر بطاقة ما عندها أي، عندك خططك الخاصة، ما عندك وقت في جدولك القادم أو خططك المستقبلية لأي أحد زيادة أو لأي أحد إضافة. لأن أنت هني من الأشخاص اللي أخذت هذا الوقت، أخذت هذه الفترة واستغليتها بحيث تنظم حياتك، تخلي ما في جانب منسي، ما في جانب فاضي، ما في جانب غير مستغل. ولكن سيأتيك عرض، سيأتيك اقتراح، ممكن يكون عرض أو اقتراح، في شخص هني يخاف أن يواجهك بشكل مباشر من أجل هذا العرض. ممكن يكون عرض عمل أو عرض حب أو عرض زواج، لذلك مخلي شخص ثاني نوعا ما هو اللي يبدأ معاك في الكلام، أو يبدأ ويقيس معاك النبض، يقيس وين موقعك، هل في قبول من جانبك أو لا. طاقة ملكة السيوف تخوف الجميع، حتى ملك السيوف بالنسبة لي، لأنها طاقة الإنسانة الوحيدة اللي في التارو اللي ما عندها مشكلة تستخدم سيفها في أي وقت، وغير صعب جدا التنبؤ بتصرفاتها. هذه ملكة السيوف ما عندها وقت. عندنا ايضا هني احتمال كبير ان هذا الشخص اللي يرغب ان يتواصل معك او يعرض عليك هذا العرض هو شخص، لماذا في وسيط قلت لك؟ لانه هو بعيد عنك، بعيد عن منطقتك، لديه جدول مختلف عن جدولك، اتجاه مختلف عن اتجاهك، يسكن في مكان بعيد، حتى الوقت الزمني يختلف. انتوا على توقيت مثلا السعودية، هو على توقيت دولة اخرى، فهني عشان كذي في تنازلات كبيرة وتضحيات كبيرة وخطط من قبل هذا الطرف، من قبل الالتقاء فيك، بس عنده خطة. هذا شخص غير مباشر، طاقته غير واضحة، ولكن خططه لا يستهان فيها، لانه على قوة وعلى قدر استقلالية ملكة السيوف، عند نية أن يربطها في عقد، يربطها في التزام، يربطها وإن كان بشكل غير مباشر، لأنه يعرف إذا عرض عليها بشكل غير مباشر راح ترفض عرضه، راح يتم رفض العرض، راح يتم عدم الالتقاء في هني، عدم التقاء. ولكن عشان كذي مستعد أنه يوظف، حتى يوظف ويدفع أموال لأطراف خارجية، لوسيط بينكم عشان تسهل الأمور، أوكي؟ يستعين بأشخاص من أجل أن، ما بقولك يوقعكم في الشباك، وإنما بشكل غير مباشر، تعرف اللي يوما ما تستيقظ وتقول كيف انتهى بي المطاف هنا. مو شرط نية سيئة، ولكن أحس أنتو برج الدلو داخلين في طاقة جدا مستقلة، لا ترغبون يمكن بالاستقرار حاليا، سواء استقرار في دولة معينة، وظيفة معينة، او حتى مع شريك معين. اوكي، خلينا نشوف هني طاقة اصحاب الوظيفة. عندكم هذا الكرت، الامور راح تمشي على حسب مزاجكم في الفترة القادمة. الاشخاص اللي فوقك في العمل او حتى المنافسين لك راح يكونون ابتعدوا عنك لسبب من الاسباب، منشغلين، في طاقة إزاحة كبيرة، فراح يخلى لك الجو لتنال وتحصل على إعجاب وتقدير وامتيازات العمل، تحصد لوحدك، لأن ما أدري، ما أحس إن في حولك منافسين في الفترة القادمة، أوكي؟ فهذه فرصة كبيرة تحصل على الراحة. وهني كأنما برج الدلو حتى ما يفكر فقط في الراحة المادية، يفكر في أو يرغب في فترة راحة من المسؤوليات، وهذا اللي راح تحصل عليه في العمل في الفترة المقبلة، إضافة إلى أنك راح تكون الموظف المفضل
لفترة طويلة، أو الموظف المدلل لفترة طويلة قادمة. برج الدلو في الأموال، طاقتك هذا الشهر لا يستهان فيها، داخل بملكة السيوف وعينك على الهدف، عينك على أن 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 تشوف ثمار جهودك اللي صار لها سنين، اللي صار لك في محاولات كثيرة، في النهاية راح تثمر بإذن الله، خصوصا في هذه الفترة. ليش في هذه الفترة؟ برج الدلو مو من الأبراج اللي يثمر أو يزدهر في وقت الزحمة، في وقت اللي الكل قاعد يزدهر فيه بتشوفون برج الدلو لا عنده وضع خاص فيه، وفي الوقت اللي الكل قاعد يشتكي فيه بتشوفون برج الدلو قاعد يزدهر وعنده خطط وعنده خطط كثيرة، عنده برنامج يمشي عليه، عنده وقت زمني ما يقبل انه يطلع عنه، 1 2 3 وما عندي مرونة اني ادخل اي شخص او اي وظيفة اضافية او اي جهد اضافي، خلاص طاقتي لي انا وانا لوحدي. فاموالك في هذا الشهر راح تبتدي تزدهر وتأتيك انت بشكل مباشر، يعني لو كانت الاموال تأتيك عن طريق احد او بسبب احد، ففي شهر 7 راح تأتيك مصدر الاموال، راح يأتيك انت بشكل مباشر. احتمال كثير ان يتم اختيارك لتمثل، في اختيار سيقع عليك اوكي، وهو اللي راح يسبب لك ان انت تبتدي بشكل مباشر بشكل رسمي، انت اللي تبتدي تستلم الاموال في الفترة القادمة، واموالك راح للامانة هو خماسي واحد بس يزيد مع الوقت، يكبر مع الوقت، يبي له قلت لك مثل الشجرة يبي له عناية واستمرارية والانضباط ايضا عشان يكبر عندك هذا الخماسي. الاموال راح تأتيك ولكن الجهود راح تظل جهودك هي اللي تكبرها في المستقبل. الباحثين عن عمل، عندكم هذا الكرت، هذا كرت برج القوس. المطلوب منكم في الفترة القادمة ان تظلون في تواصل، تظلون مو شرط في تواصل، وانما يظل عينكم على الوظائف القديمة اللي قدمتوا فيها، ان هذا كرت يقول لي ان في فرصة راح تنفتح لك قريب برج الدلو، ولكن عن طريق اما شخص قديم اما فرصة عمل قديمة، يعني شخص مثلا صديق قديم، زميل دراسة قديم، زميل عمل قديم يرجع التواصل معاه، فهو يقترح عليك، نرجع لطاقة الاقتراح اللي ابتدينا فيها الشهر، يقترح عليك ان تذهب، يرسلك الى مكان معين، يوصيك ان تذهب الى شخص معين، وهو ذاك الشخص هو اللي راح يتوسط لك او يفتح لك باب للوظيفة. طاقة الوساطة موجودة عندك برج الدلو في شهر 7، وان كنت ترفضها في عندك امور راح تباشرها بنفسك خصوصا المالية، ولكن في امور معينة مثل الشراكة، شراكة العمل او شراكة الزواج راح تأتيك عن طريق وساطة، حتى وان كنت انت بالذات من بين كل الابراج ترغب بان يكون الشيء مستقل. اوكي، خلنا نشوف الحين القراءة العاطفية بشكل عام. طاقتكم العاطفية للشهر القادم، طاقة ملكة وايضا طاقة ملكة. شوفوا طاقة الملكات هي طاقة ما فيها مرونة اوكي، وفيها الرغبة في اثبات النفس، وفيها ايضا الكثير من الاستقلال، رغبة في الاستقلال عن الجميع حتى وان كانوا الاشخاص غير مؤذين، ولكن في نفس الوقت نرغب بالاستقلال عنهم، التفرد ايضا، مو قلت لكم انانية؟ انزين، بشكل عام في احد راح يقطع عليك توجهك في الحياة بشكل عام. انا احسك هني برج الدلو كأنما اما فقدت الامل او تحس ان ليس لديك وقت لاي شخص غير جاد. ففي شخص هني يعرفك ويعرف اطباعك ويعرف ان عشان يحصل على اهتمامك اللي صعب يحصل على اهتمامك، صعب يحصل على ثقتك من جديد، او حتى لو كان شخص جديد عليك، هذا الشخص يعرف مفاتيحك لأنه قادم بيد سيف، ولذلك راح يأتيك بالعرض أو يتكلم معاك بالعرض بشكل جدا مباشر، عندك حديث بخصوص الحياة العاطفية، ولكن نوعية الحديث جدا رسمية،
يعني هذا مو شخص راح يرجع لك يقول لك والله اشتقت لك او وحشتني، لا، هذا شخص على طول راح يدخل معاك وبشكل جاد ويتكلم في التفاصيل. نتكلم هنا عن التفاصيل، وين راح نعيش، شلون راح نبتدي، عن ماذا قاعد اعتذر، لانه هني يعرف ان انت لا تملك الوقت وما عندك الرغبة ولن يثير اهتمامك اي عرض حب، اي عرض فيه احتمال تحسه غير جاد. فراح يكون شخص للاشخاص اللي خارج علاقتكم راح يرون ان العرض جافة والعلاقة جافة، ولكن هو هذا الشخص يتصرف بهاي الطريقة لانه يعرف هذا هي الطريقة الوحيدة عشان يحصل فيها على اهتمامك. من الصعب حاليا برج الدلو انت صاير صعب حاليا ان يحصل هذا الشخص او الطرف الثاني على اهتمامك، فراح يسوي المطلوب. يمكن تشوفه مندفع، يمكن تشوفه مستعجل، لكن راح يسوي المطلوب. خلينا نشوف الحين المنفصلين، راح يرجع لك حقك. منفصلين برج الدلو راح يرجع لك حقك، ولكن السؤال هني لكم انتو، لان بعضكم يقرر ان رجوع الحق عن طريق ان الطرف اللي غلط بحقي يدفع الثمن، وبعضكم، لان اشوفوا كل شخص مختلف للسيناريو، بعضكم نقول يرجع لي حقي لما يرجع لي شريكي، او يرجع لي حقي لما الله سبحانه وتعالى يبدلني عن شريكي القديم بشريك افضل وجديد. هذه ايضا طاقة الدعاء، او احرص على توجهك انت، ما تدعوه ما تتمناه، لان اللي تتمناه راح يحدث. عندك امنية واحدة، اما يرجع لك حقك عن طريق ان تتشمت او تخلي الطرف الثاني يعاني كما انت عانيت، او تستفيد من هذه الامنية الواحدة بان تبدل حياتك، ترغب في الشريك القديم. هل هذا الكرت جاد شوية يسألك، هل الشريك القديم لحد الان تحسه كان مناسب لك؟ ولو كان مناسب لك، ليش حدث الانفصال من البداية؟ يرجعك هذا السؤال، هذا الكرت سوري يرجع لك السؤال انت، او ترغب بشريك جديد يملك امكانيات افضل وامكانيات جديدة. عندك امنية واحدة يا منفصلين برج الدلو، احرصوا ان توجهونها في الطريق الصح، الطريق اللي راح تستفيدون منه بشكل مباشر. مرتبطين برج الدلو، هذا الكرت يقول لي ان شريكك في الفترة القادمة راح ينصفك اكثر من العادة، اكثر زين، وراح يعرف قدرك اكثر من العادة. ولكن بما ان هذا الكرت طلع لك، هذا الكرت يقول لك احرص ان لا تشارك مغانمك مكاسبك مع اي احد اخر. ساعات لما نكون سعيدين على قولتهم لا توافق لما تكون سعيد، لان انت ما قاعد تفكر بعقلك، قاعد تفكر بالعواطف. فاحتمال في اشخاص راح ياتونك وانت سعيد مع الشريك يطلبون منك اشياء ليست من حقهم، اشياء راح تمثل نوع من الاستغلال لك. هذا الكرت يقول لك لا تجامل، مو مع الشريك وانما مع الاشخاص المحيطين فيكم، ولا توافق عندما تكون سعيد. محتاج هذا ايضا الكرت يقول لك استشير شريكك. اوكي، ساعات حتى عواطفنا او حتى عقلنا يخدعنا او يخذلنا في اوقات، اعتمد على شريكك، فهو يستحق الاعتماد عليه في الفترة القادمة. خلينا نشوف الحين العزاب، عندكم هذا الكرت، متواصلة هني طاقة القراءة العاطفية اللي بدينا فيها. في عز انشغالك وفي عز عدم اهتمامك، وحتى عندما يعني راح يأتيك الشيء أو يقطع طريقك هذا الفارس عندما تكون جدا مشغول ولا تتوقعه. في أيضا هني اختلاف أو عدم التقاء لفترة معينة، قلت لكم بسبب يمكن فرق الجدول. أوكي، جدول اليوم، في شخص ينام الساعة 7، في شخص ينام الساعة 2 صباحا، في عدم التقاء بالجدول. أوكي، وهذا سيمثل صعوبة ولكن فقط لفترة مؤقتة. وايضا قلت لكم في شخص هني بعيد عنكم، يمكن يكون واحد يعيش في بريطانيا وواحد يعيش في العراق، ففي عدم التقاء بالوقت بالفارق الزمني، ولكن راح يحدث من بعد كذا محاولة، من بعد صعوبة راح يحدث لقاء بينك وبين شخص، راح يدخل حياتك شخص. اوكي، يعتبر نفسه ضيف ويرغب بان تضيفه، ولديه عرض
نفس هاي الطاقة اللي بدينا فيها. لديه عرض، ويمكن في البداية بشكل غير مباشر يعين وسيط للتواصل بينك وبينه بسبب خوفه، مو من الرفض ولكن يخاف من ردة فعلك. لا تنسى عندك داخل الشهر بطاقة قوية، طاقة ملكة السيوف، وأيضا في القراءة العاطفية عندك ملكة النار. فهذا الشخص معذور إذا صار عنده نوع من التردد أو الخوف مؤقتا. نرجع إلى طاقة مؤقتة، لأن بعد كذا محاولة راح تمشي الأمور ترى، أو كذا تأخير حتى. أوكي، أتمنى أن شاء الله في للعزاب في القراءة القادمة، وهي قراءة مواصفات شريك حياتك، إذا صار عندي وقت راح أسويها بشهر 7، ولكن لحد هني نلتقي بها، نكتفي بهذا القدر. برج الدلو أتمنى لكم كل التوفيق.